بقات كلمه واحده نختم بها. هادشي اللي داز مؤخرا ديال مع بعض الاخوان الاسلاميين وبعض اليساريين واللي ماشي يساريين وهالو مجرب خصوص داك اليوم غنسدو داك القوس هكا. حنا مجرد صحفيين في هاد القناه، ما حنا ضد حد، ما كنواجهوا شي مشروع فكري ولا مشروع ديني ولا مشروع سياسي، لا نريد ان نحل محل احد ولا نريد ان نهدي ما احد. انا صحفي تابعنا على الخير ومصلحه هاد البلاد، قد نصيب وقد نخطئ، ما عندنا مشكل. كنقول الناس اللي عندهم مشاريع عافاكم، اما تبغينيش وما تحبنيش ما تعطفش عليا، كنطلب منك حاجه، كون عدكي. انت الاسلامي صاحب المشروع الاسلامي والخلافه الاسلاميه، انا معاك، حاول تستغلني، ماشي بالضروره تكون راضي عليا 100%. المهداوي في انطلاقه معاه، المهداوي كيقول هادي وزوين، هادي ما كتفقش معاه فيها خليه تيجيبو شي وقت، ولكن دابا ما نخسروش مزيان. انت المشروع مثلا اليساري اللي باغي مثلا مشروع اشتراكي، المهداوي فيك المهداوي ما كنتفقش مع هادي وهادي، ولكن نقدر نستافد اذا مزيان، ما تخسرنيش، عا ما تعيبش معايا. انا ماشي بارفي، انا ماشي ملاك، انا بشر اصيب واخطئ صحابي، ولكن لاساسي لا نعادي اي احد ولا نخدم اجنده اي احد، فالله يهدي ما خلق. ورحنا اصدقاء الجميع، نحن اصدقاء الاسلاميين والاصدقاء اليساريين. انا كيفاش كنفكر الداخل في علاقتي الدينيه بيني وبين الله عز وجل، عايجي حاسبني الله، لو كنت عرفت شي واحد اخر يحاسبني من غير سيدي ربي نقولوا انا على الله اللي غيحاسبني، له الحق وكيعرف النوايا. اذا انا كيفاش كنفكر عاوتاني مع اليساريين واش الاسلاميين مش... لا ما تخسرنيش، لا الاسلامي لا اليساري لا الليبرالي. انت الاسلامي ملي تشوف اليساري هاجم عليا خاصك تقول ويلي المهداوي خونا نوقفوا معاه، اليساري ما نخليهوش بوحدو. انت اليساري ملي تشوف الاسلاميين بعضهم هاجم عليا قول يا المداوي راه بوحدو كيواجه ودار فيديو في الاول وكان ما نخليهوش بوحدو، راه نبقى بوحدو يقدر لي احسن العاون. هذا هو المنطق الذكي، ماشي تجي للمهداوي تقول له المهداوي تبقى تحاسبني في الدين ولا الاخر عاوتاني يحاسبك كذا. نتمنى انا هذه رساله بغيت نوصل، حنا خوت الجميع نكونوا اذكياء، حتى واحد ما بارفي 100%، رجاء حتى واحد ما راه ما كاينش واحد يقول لاخر انت مسلم ولا ماشي مسلم، راه شحال من واحد مسلم الله عمر له الدار ويحترم الاسلام، شحال من واحد داير لحيه ومسلم وكيدير الجرائم اللي والله ما يديروها الملاحده مزيان، شحال من واحد ملحد ما خصوش يكون. حنا كندعو الناس للايمان والله تتلقى فيه الانسانيه. اذا شحال من مسلم بالاسلام الله عمر له الدار، وشحال من واحد ملحد وفي اخلاق، ملي يمشي عند سيدي ربي الحبيب الله غيحاسب. حنا كنهضروا دابا في الدنيا هنا، ماشي تقول لي انت حيت داير اللحيه ولا داير الاسلام صافي الاخر خايب، لا كن معايا مزيان، هديني لا شتي لي غلط والله غيعاقبنا، الله سبحانه هو اللي يعاقبنا. فخلاصة القول رجاء أنا المغاربة، كون إنسان، كون يساري، كون مسلم، ما تكونش مسلم، الله عطانا هذا الحق، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كون إنسان، ولا عطاك الله شي وعي زوين وفهمتي وكنتي ذكي، ما تعيقش على الآخر، هذاك الآخر ما كبرش في شروطك. حاول الناس تاخذها بالعقل وتصلحهم بالعقل، وخا يكون بلا ظروف وما كيفهمش كاع متخلف. أنت أنا بالك المسلم الآخر كافر بالله وملحد وما كيديرش الإسلام، وانت يا الملحد اللي بالك الاخر وعي ومتخلف ديني وارهابي، بجوجكم كنقول لكم بجوجكم شنو دير؟ هذاك الاخر انطلق من فكره واحده، ما كبرش في الظروف اللي كبرتي فيها انت. الا انت باك استاذ الفلسفه ولا الفكر ولا كذا ولا امك ولا اختك ويوميا كتناقش، ولا انت كبرتي مع سيدي ربي يوميا مثلا في الاسلام والرسول، هذاك الاخر اللي انتم كتحاكموه بجوج راه ماشي نفس الظروف. اذا اللي عندك فكره زوينه جروا شويه بشويه واطروا، اما تعزلوا بكلمه جوج راه سهله. نتمنى اشاره، لا نعادي اي احد، لا من هادو لا من هادو، حنا مجرد صحفيين، واي واحد غدا قال شي كلمه سننتقده بالادب المطلوب. شكرا لكم المتتبعات والمتبعين ديال القناه، والى اللقاء.